حبايب القلب، الله يسعد لها الأوقات. مثل ما عودناه كل يوم في عنا مغامرة، واليوم مغامرة خطيرة جدا بجبل الجن. طبعا انتوا عارفين السرداب الباب اللي بيفتح وبيسكر. طبعا قبل ما أبلش مغامرتي وقبل ما أحكي، بدي تصلونا على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا. أهم من كل إشي يا حبايب القلب، اليوم مغامرتنا على جبل من الجن. أنا نفوت السرداب أنا وعمي، وهذا السرداب بده يفوتنا على الجبل هذا ونجيب منه زي ملحة الصخر، ملح اللي هو بترشه بين القبيلتين بيروح من عندهم السحر ومفك وبطل يموت عندهم حلال. المهم من دعواتكو لأن باي. يا الله يا رب. ابا ايه شو مالك؟ يلا بتناول اغراض شيء؟ ما بيش اغراض يا عمي، انا مش جايب اغراض كثير. ايش الشاحن والكشافه؟ يا رب يلا قول يا رب. هيك قال لك من عند باب تبع الاقزام اللي فوتنا على الاقزام يا عمي، بس لا تروح على جهه الشمال الاقزام، تروح يمين ولا شمال والله ما انا عارف، بس نطلع من الغاد هسا من هون يا اخوان. مش من هون يا عمي، من هون. شو مالك؟ من هون صح؟ يا زلمه ناسي هذا السرداب بده يا اخوان بده ما هذا يجي يا عمي. حسيت في خيال. والله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله هسا من هون يا عمي. يا الله خليك على خطيط، لا تمشي يمين وشمال لانه قال لك هذا مليان من الجن. بسم الله الرحمن الرحيم يا زلمه، دير بالك دير بالك يا عمي. وين 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 شفت ابراهيم؟ هي هون هيك. بسم الله الرحمن الرحيم، دير بالك. اعوذ بالله من الشر. في شيء غلط؟ دقيقه. في شيء؟ بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. الله القوي وأنتم الضعفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. شايف يا عمي صار شو هاي شجرة كيف طالعة؟ قسما بالله إنها بتخوف. أعوذ بالله شجرة رجيم، كيف طالعة؟ مش عارف كيف. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي شجرة والله مخيفة، كيف الصخرة عليها وكيف طالعة هي وشروشها كيف؟ سبحان الله. بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. اخذ سنة سنة تلحقوش تلحقوش، احنا تسرعنا والله نفس ما مرة طلعنا يا عمي. اعوذ بالله من الشر الرجيم. اخذته الارض شكلها هنا. هسه نشوف. بسم الله الرحمن، بسم الله بسم الله. كان هنا ايه يزم هذا الراعي. طب الراعي يا زلمه، يا ابراهيم يا زلمه الراعي. خليك هون خليك هون ابراهيم. عمي شو بتسوي هون؟ شو مالك؟ ايوه عمي شو؟ ابراهيم ارجع ابراهيم. استنى يا عمي شو مالك يا زلمه؟ يا زلمه الراعي ها. ارجع 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 ابراهيم. طب ابراهيم ارجع عنه. ارجع عمي شو مالك انت؟ انا ابراهيم. ارجع ابراهيم ارجع ارجع. بشت يا ابراهيم ارجع عمي. هذا الراعي ارجع. هذا الراعي يا عمي، هذا الراعي. ارجع يا ابراهيم. اسم هذا الراعي شو مالك؟ الرحمن الرحيم يا ابراهيم. ايه اسم بسم الله. وين راح؟ اقول لك ارجع يا ابراهيم، انا بنبع عليك يا ابراهيم بملح. اعوذ بالله من الشر الرجيم. اسم هذا الراعي يا عمي شو مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشر الرجيم. بسم الله يا عمي. هذا الراعي شو جاب الراعي هون؟ مستحيل يا ابراهيم. كيف تلحقنا في سرداب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله. ابراهيم شو امسح السنابي هاي بشان الله يا ابراهيم. شو مالك؟ والله ما حد مصدقنا يا زلمه. مش راح يصدقونا يا ابراهيم. يا زلمه كيف ما راح يصدقونا؟ شو امسح امسحوا يا ابراهيم، الناس مش راح تصدقنا يا ابراهيم. يا زلمه خليش اقول لك، بده يصدق يصدق يا زلمه. شو اخذ يا عبد الزياد؟ والله اقول لك ايش يا زلمه. هذا الراعي هذا الراعي هذا الراعي امسحها يا ابراهيم. طب شو هذا الملح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. شو هذا الملح؟ ما بس خلص وهي نزلت المغامرة ونزلت المغامرة ولا راح أمسح إشي. واللي بده يصدق يصدق واللي بدوش يصدق بلاش، بس ده سألوا سؤالين وخلص انتهى الموضوع. طيب بديش أخوفه. طيب مرحبا يا عمي. يا عمي شكله مشون يا إبراهيم، شكله هو. مرحبا يا عمي. يا عمي يا عمي والله بي صوت. انا يا عمي انا ابراهيم، احنا المغامرين. هيو يا زلمة. لا بس عفاية مش اطلع لك. السلام عليكم. عمي شو كنت تسوي؟ والله يا ولدي كنت نايم. كنت نايم؟ اي والله يا ولدي. يعني ما رحت لا يمين ولا شمال؟ ولا بدي اروح على رجولي يوجعني وين اروح بهالليل. ولا حطيت لنا ملحه؟ ولا وشنو الملح؟ خلص بس بس يا عمي بس. خلص يا عمي. خلص شكرا لك يا عمي. احنا ازعجناك بهالليل. الله يرضى عليك يا ولدي. حبيب الله يسعدك. كمل نومك كمل نومك. اجيب لكم كاسه شاي على الحصى. حبيب الله يسعد عمرك. شكرا يا عمي. شكرا 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 شكرا. السلام عليكم. الله معك. يلا يلا يا عمي عمي يلا. تسألنيش ولا أي سؤال ولا أي سؤال. إبراهيم سوق سوق سوق. ليش ليش سوق؟ والله يا زلمة شو مالك يا زلمة؟ شو يعني شو يعني شو سوق سوق؟ أنا بسوق. تعال هنكمل. اسمع ما كملناش المغامرة لسه، بننزل على العربين. هاي المغامرة بدي أكملها كاملة. لا تتضايق ولا عبالك. هذا خلص يا عمي تبعدش كثير. عند المدخل قال لك، عند المدخل. خلصت؟ يلا قول يا رب نرجع لكم يا اخوان. طبعا حبايب القلب هيك بنقدر نقول لكم خلصنا المغامره على خير وسلامه. وبدي اوصل لكم صوره قبل ما عمي ابو حياري يحكي. هسه رجعت على السناب تاع الختيار لما لقيناه بالبر. دققوا عليه ما له خيال. له خيال؟ شفت هسه له خيال؟ لا ما له خيال. ما لهوش خيال. بكره برجع الختيار وبفهم منه. عمي بدي اوصل لك صوره واحده. في ناس لو تضوي لك اصابعك العشر تضوي لهم اياهن راح يضلك بعينهم. انت زلمه مش مقتنع بك لانه من جوا من جوا ما بحبوك ما بحبوك.